كانت رسالة الإسلام هي بداية الانفتاح العلمي لهذه الأمة إلى يوم القيامة. فالإنسانية ستستمر متقاربة إلى حد أن يلتصق بعضها ببعض، فلم يعد القرآن خافيا عليها، ولا السنة خافية عليها، ولا رسالة الإسلام خافية عليها. سيتقاربون ولن يعودوا أشتاتا كما كانوا، لن يعودوا حضارات تبتعد عن بعضها البعض ويذهبون بالإبل والخيول. لا، الأمة إلى يوم القيامة بما يمن الله تعالى عليها من العلم ستعيش متقاربة. ولذلك لا تغيب رسالة الإسلام لحظة عن أي واحد في هذه الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أصحاب السعادة، المشايخ الفضلاء، الأبناء الأعزاء، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في هذا الملتقى السنوي الكريم الذي توضع فيه تيجان التفوق والفوز على رؤوس هؤلاء الأبناء الذين قطعوا شطراً من حياتهم في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبر معانيه. قد تلقوا هذا الكتاب العزيز على أيدي كوكبة طاهرة من المدرسين الأفاضل الذين نذروا أنفسهم لله سبحانه وتعالى دون مقابل، امتداداً لرسالة الأنبياء الذين يكررون على مسامع العالمين دائماً: وما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. وهذا الجهد المبارك هو امتداد أيضاً لجهد العلماء الأفاضل الذين خرجوا من هذه الولاية العريقة والذين تركوا بصمة فصيحة في حياة عمان، كانوا خلالها ينشرون العلم ويضعون أسسه وقواعده ويؤلفون الكتب التي لا تزال إلى اليوم هي المراجع الكبرى لأهل عمان. فالعالم الجليل العلامة محمد بن جعفر رحمه الله الذي ألف كتاب الجامع والذي لا يزال يعرف اليوم في أوساطنا بقرآن الأثر، لأنه أحدث أثراً كبيراً على أهل عمان، كما أن العالم الكبير الذي كان الحلقة التي وصلت علماءنا في البصرة بعلمائنا في عمان هو الشيخ موسى بن أبي جابر رحمه الله، الذي كان تلميذاً للإمام الربيع بن حبيب رحمه الله ونقل العلم إلى عمان وحمله إليها، وكان من هذه البلد والولاية العريقة. فإذاً هذه الجهود التي تمتد اليوم وتصل الحاضر بالماضي ليست غريبة على أهل هذه الولاية، كما أنها ليست غريبة على أهل عمان كلهم، وإنما نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الجهود وأن تكون ثمرتها ممتدة إلى يوم الدين، فالخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة. وإننا لنجد أنفسنا صغاراً أمام هذه الجهود العظيمة التي بذلت من أجل إنعاش هؤلاء الأبناء بالقرآن وبث هذه المعاني القيمية العليا في صدورهم، حتى غدوا أسوداً يزأرون في هذه الحياة عن قوة ويقولون للعالم: نحن اليوم أصحاب الحضارة الحقيقية التي أراد الله تعالى لها أن تسود العالم. ومهما شعر المؤمن في فترة من فتراته بالضعف وقلة الإمكانيات، إلا أن نور الإيمان في قلبه يجعله قوي الموقف، عالي الكلمة، مرتفع الصوت في كل شأن من شؤونه. وفي هذا الملتقى الطيب الذي نسأل الله تعالى له البركة والخير وأن يمتد وأن يتواصل إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لا نشك أبداً بأنه سيخرج من بين هؤلاء الأبناء من يكون
امتدادا للعلماء السابقين، ليترك أيضا أثرا كبيرا في بلاده وعلى أمته. والبقية الباقية من هؤلاء الأبناء فإنهم سينتشرون دون شك في أروقة الحياة المختلفة، لينشروا القيم الإيمانية والأخلاق الفاضلة والهداية السامية، وليشاركوا في بناء هذا الوطن ورفعة مجده وعزة سلطانه، حتى تكون عمان منارة وقبلة للعالمين برجالها الأفذاذ. ونريد أن نقدم في هذا اللقاء بعضا من الأشياء الضرورية أو من الأمور الضرورية التي نرى أنه من الأهمية بمكان أن تقدم في مثل هذا المكان، استجابة لطلب الكثير من الإخوة، وأيضا طمعا في أن تمتد هذه المواعظ والمراشد بحول الله تعالى ليكون لها أثر على أنفسنا أولا ثم على غيرنا. القرآن الكريم أيها الإخوة الأكارم هو منهج الحياة، هو إن صح أن نستخدم مصطلح الدستور، هو دستور الحضارة الإسلامية، بل هو الهداية التي أرادها الله تعالى للبشرية جمعاء. ولا يمكن لأي منهج بشري مهما تضافرت الجهود في صناعته وفي تنقيحه وتشذيبه وتهذيبه أن يصل إلى ربع أو إلى عشر ما وصل إليه القرآن الكريم من هداية الناس وتوجيههم. وقد بيّن الله تعالى في القرآن الكريم أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا الكتاب لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد حاولت البشرية عبر تاريخها أن تتلمس لأنفسها أو لنفسها حياة هنيئة سعيدة، لكنها لم تستطع. ولذلك فإنني أدعو نفسي وأدعو الجميع أن تكون نظرتهم إلى الكون والإنسان والحياة من خلال القرآن الكريم. والفلسفات البشرية التي زكمت الأنوف وصمت الآذان، والتي بدأ الإعلام يدفعها دفعا إلى أوساط العالمين، لا تقوى على حل مشكلة ولا تستطيع أن تفك معضلة، لأنها لا تزال تحوم حول أسئلة الوجود لم تجد لها مخرجا إلى الآن. بينما القرآن الكريم أجاب على أسئلة الوجود كلها، واستطاع أن يجعل هذا المسلم مرتاحا نفسيا، منشرحا صدريا، مقبلا على الحياة في سرور وفي هناء. لماذا؟ لأنه لم يعد يشغله سؤال الوجود، من أنا ولماذا خلقت وإلى أين أذهب وما هي الآخرة وما حقيقة الموت، ما حقيقة الحياة وغيرها من التساؤلات. هذه لم تعد موجودة في عقول المسلمين، لأن القرآن الكريم كفاهم. ولذلك فأقول إن القرآن الكريم أسقط نصف الفلسفة إن صح التعبير، لأنه أجاب عن هذه الإشكاليات التي ظلت ردحا من الزمن تثير التساؤلات المختلفة. وليت المسلمين عبر عصورهم اكتفوا بهذا وانطلقوا من خلال المحكمات في القرآن الكريم ليبثوا الهداية إلى العالمين. لكن المؤسف هو أن جمعا منهم اشتغل بالمتشابهات وأنتج من أجلها عددا كبيرا من التأمل الفكري والإنتاج المعرفي، يدور حول آية قرآنية واحدة أشكل عليهم فهمها، فتسبب في انقسام المدارس الإسلامية إلى قسمين. فقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون جعل المسلمين ينقسمون حول هذه الآية إلى المعتزلة الذين يقولون بخلق الأفعال، وإلى الأشاعرة ومن معهم، والذين يقولون بأن الله هو خالق الأفعال. ورغم أن الآية وردت في سياق كان إبراهيم عليه السلام يحاور فيه قومه، إلا أن الصراع استمر. وآية قرآنية أخرى وهي قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة
ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه أيضا جعلت المسلمين ينقسمون حولها قسمين، ولا يزال الصراع حولها مستمرا إلى اليوم. وآية أخرى أيضا جعلت المسلمين ينقسمون قسمين فيما يتعلق بالقرآن نفسه وحقيقته، وهي قوله تعالى: ولله الخلق والأمر. من أجل هذا أنتجت أعداد كبيرة من المؤلفات لمعالجة الإشكال حول هذه الآيات، وأدى ذلك إلى أن يتصارع المسلمون مع بعضهم صراعا أدى إلى سفك الدماء، وما كان القرآن الكريم قد جاء لهذه المهمة أبدا. والله تعالى في سورة آل عمران يحذر من هذا فيقول: فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وليت الأمة الإسلامية نظرت إلى النية الحسنة التي انطلقت منها شرارة التفكير في هذه الآيات، وهي الطمع في تنزيه الله تعالى، واكتفوا بذلك. لكن شاءت الأقدار، وهي حكمة الله تعالى، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم أن يستمر الصراع. وإذا جئنا إلى العصر الحديث نجد أن المسلمين الآن بعد أن تأثروا بالفلسفة اليونانية سابقا وأدخلوا أثرها على علم الكلام، بدأوا يتأثرون أيضا بما أنتجته الفلسفات الغربية الحديثة التي جعلت عددا كبيرا من المسلمين يلهثون وراء إسلامية المعرفة والبحث في القرآن الكريم عن تأييد تلك المعارف والنظريات الغربية التي أصبحت مدارس مستقلة يدر من ورائها عدد كبير من الأموال أو أعداد كبيرة من الأموال، والذي يقرأ قراءة فحيصة أو فاحصة عن نظرية المعرفة الغربية سيجد هذا الإشكال ولن يتردد في كشف غموضه. ولكن المشكلة أننا لأن الحضارة الإسلامية تعيش حالة من الضعف، وهذا الضعف ضعف عسكري وسياسي وفكري في نفس الوقت، أصبحت مهتمة بقضية إسلامية المعرفة إلى حد الخروج عن نطاق المعقول. ففي علم التنمية البشرية مثلا طرحت فكرة: هناك عقل أيسر وعقل أيمن، والعقل الأيمن مهتم بالتفكير غير الموضوعي، والعقل الأيسر مهتم بالتفكير الموضوعي. وبدأ الناس يقسمون إلى فسطاطين، وبدأ المهتمون بهذه القضية يبحثون في القرآن الكريم من أجل إضفاء المشروعية عليها. والسبب في ذلك هو أن تلك العوالم لا تزال تتلمس طريقها إلى الوجود إلى اليوم، ولا تزال تبحث عن المعرفة التي تنقذها من مضائق الحياة. فديل كارنيجي الذي ألف كتابه دع القلق وابدأ الحياة كان يبحث عن فرصة نور للمكتئبين الذين يقعون صرعى للمخدرات والخمور والاكتئاب، فوضع لهم هذا العلم من أجل أن ينظروا بواقعية إلى الحياة. لكنه سرعان مع كثرة الذين يصابون بالأمراض النفسية ويلجؤون إلى الانتحار بدأ تطوير هذا العلم ليخضع إلى المنهج التجريبي، ليأتي روجر سبيري ليضع نظريته حول العقل الأيمن والعقل الأيسر نتيجة المنهج التجريبي الذي وضعه من أجل معرفة هذه الحقيقة. وقس على ذلك بقية الأمور كقانون الجذب مثلا الذي أيضا جاء نتيجة أو استجابة
خلفية دينية ظهرت في أمريكا في القرن الثامن عشر أو عفوا في التاسع عشر، ليأتي المسلمون ويبحثوا عن في القرآن الكريم عما يؤيدها. أيها الإخوة الكرام، ليس الوضع بهذه الصورة، إنما أدعو أن يكون القرآن الكريم معرفة مستقلة، لأنه هداية الله تعالى للعالمين، ويجب أن لا يبحث فيه انطلاقا من ما عرف عند غيرنا من الحضارات، إنما ينظر إليه نظرة مستقلة من خلال اللغة العربية، ومن خلال السنة النبوية، ومن خلال التاريخ الإسلامي، ومن خلال الشرائع السابقة وكيف كانت تعالج مشكلات الحياة، من خلال التصور الكامل للإنسان والكون والحياة، من خلال الشق المعياري الذي يحكم الشق السلوكي، حتى يكون المسلمون هم الأوحد الذين يستطيعون أن يقدموا حلولاً لمشكلات الحياة، انطلاقاً من هذه الروح الإيمانية العالية التي تنظر إلى ثنائية الإنسان والشيطان، وإلى ثنائية الجسد والروح. ثم إن الإنسان والشيطان، والإنسان والطبيعة، أي الروح والمادة، هنا هما ثنائيتان تعودان في الأصل إلى الوحدانية، أي أنهما لا تستغنيان أبداً إلى الواحد القهار الذي يمدهم بالعناية والرعاية، يمدهم بالعناية والرعاية، ويدعوهم دائما إلى اقتفاء الهداية. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن العمى والزيغ والتعاسة إنما هي في الانحراف عن هداية الله تعالى والابتعاد. ولذلك قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. لا يوجد طريق قويم ومستقيم آخر سوى طريق القرآن الكريم مهما حاول المسلمون. فآخر صيحات هذه العلوم التي تأثر بها المسلمون، كما تأثر علماء الكلام بالفلسفة اليونانية التي أوجدت هذا الإشكال، والتي أنتجت عددا كبيرا من الكتب الصراعية بين المسلمين، يأتوا اليوم لينظروا إلى أن ما أنتجته التنمية البشرية إنما أصبح جزءا من الخرافة، وأنه لا بد من العودة إلى الواقعية، كما ذكر ذلك مارك ميسون في كتابه فن اللامبالاة، والذي أنهى خرافة أن تنظر إلى الحياة بسعادة، وأن تتقبل المشكلات، وأن تعيش فرحا مسرورا مهما كان الغم في صدرك، وقال أن هذا نوع من الكهانة الحديثة. المهم، هذا يجعلنا دائما نحوم حول محورية الرجل الأبيض من جهة، ومصدرية الحضارة الغربية وقبلها اليونانية، ونبتعد عن هذه الحضارة التي قامت على أساس القرآن الكريم وانطلقت لهداية الناس. ولذلك فإن الذين يقومون اليوم بتدريس أبناءنا القرآن الكريم إنما يصنعون شيئا عظيما لهذه الأمة، إنما يبنون هذه النفوس من جديد لاستقبال هدايات القرآن الكريم، بعيدا عن التأثر بأي علوم أخرى لا تتعلق بحضارتنا الإسلامية ولم تكن ناشئة في أحضانها. وأنا أتحدث الآن عن الإرادة الإنسانية وتوجيهها، وعن الأخلاق وإقامتها واستقامتها، لا أتحدث عن العلوم الطبيعية، لا أتحدث عن الطب والفيزياء والكيمياء، ولا أتحدث عن العلوم التجريدية المتمثلة في الرياضيات وغيرها، ولا أتحدث عن علوم الفلك، فهذه العلوم البشرية منذ الدولة السومرية
عندما اكتشفت الألواح المسمارية قبل 6000 سنة قبل الميلاد، منذ 6000 سنة قبل الميلاد إلى اليوم لا تزال البشرية تتبادل العلوم فيها وتتناقل ويبني بعضها على بعض وتتقدم. ولذلك قالوا بأن العلم لا ينتمي إلى حضارة معينة، العلم علم الله، من أخذ به تقدم ومن تراجع عنه تأخر. فلا يمكن أن نقول هذا علم غربي أو علم شرقي أو علم قديم، هو العلم. لكنني أتحدث عن القيم الإيمانية والأخلاق والسلوك والجوانب الاجتماعية والنظم الاقتصادية والقوانين السياسية التي تضمن لهذه الحضارة بقاءها من خلال القرآن الكريم ومن خلال عظمة هذا الدين الكريم. لا بد أن نفرق بين الأمرين حتى لا نقع في إشكال آخر. أيها الإخوة الأفاضل، هنيئا لكم هذه الجهود الطيبة الطاهرة العميقة العظيمة، هنيئا لكم هذه النفوس التي تسعى إلى تعليم أبنائنا القرآن الكريم، وهو أول علم أراد الله تعالى للإنسان أن يتعلمه. فقال صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم القرآن فإنه أول ما ينبغي أن يتعلم من علم الله هو. وهناك ملحظ عجيب أريد أن أذكر به دائما، وهو أنه عندما خلق الله تعالى الإنسان علمه الأسماء كلها ليثبت أحقيته بأن يكون خليفة لله بعد تساؤل الملائكة. فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وعندما أراد الله تعالى لهذا الإنسان أن يبدأ مؤشره البياني في الانحدار، أي لينتهي تدريجيا من الحياة فتكون رسالته الأخيرة هي الإسلام، علمه القرآن. فقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فكان الإنسان الأول علم الأسماء كلها، وكان الإنسان الأخير وهي هذه الأمة علم القرآن. طوال المدة الماضية منذ آدم عليه السلام إلى اليوم كانت الأمة الإنسانية تبني نفسها من خلال تلك الأسماء التي علمها الله تعالى لآدم عليه السلام، وتندرج تحتها العلوم كلها. وأراد الله تعالى للإنسان الأخير أن يبدأ مشواره بالبناء على ما سبق، أن يبدأ أيضا بالقرآن الكريم الذي علمه الله تعالى لهذا الإنسان. فإذن الاستقامة بالقرآن الكريم. وأريد أن أقول بأن أجيب على تساؤل ربما يتردد في نفوس بعضكم: لماذا كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر رسالة، رغم أنه مضى إلى الآن 1440 سنة منذ الهجرة النبوية الشريفة ولم يبعث رسول؟ لأنه لم تعد هذه الأمة بحاجة إلى رسول. كانت رسالة الإسلام هي بداية الانفتاح العلمي لهذه الأمة إلى يوم القيامة. فالإنسانية ستستمر متقاربة إلى حد أن يلتصق بعضها ببعض، فلم يعد القرآن خافيا عليها، ولا السنة خافية عليها، ولا رسالة الإسلام خافية عليها. سيتقاربون ولن يعودوا أشتاتا كما كانوا، لن يعودوا حضارات تبتعد عن بعضها البعض ويذهبون بالإبل والخيول. لا، الأمة إلى يوم القيامة بما يمن الله تعالى عليها من العلم ستعيش متقاربة. ولذلك لا تغيب رسالة الإسلام لحظة عن أي واحد في هذه الدنيا. ونسأل الله تعالى أن يمتد الإسلام وأن ينتشر في أصقاع الأرض لتكون الوراثة للمسلمين كما بيّن الله تعالى ذلك في القرآن الكريم: أن الأرض لله يرثها عبادي الصالحون. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله تعالى لهذه الجهود المباركة أن تزداد قوة وأن تزداد متانة مع بقية الأيام،
وأن يهيئ لها من أهل الخير والفضل والصلاح من يدعمها ويؤازرها ويشد من أزرها، كما شد الله تعالى أزر موسى عليه السلام بأخيه: أشدد من أزري وأشركه، أشدد به أزري وأشركه في أمري. نسأل الله تعالى لهذه الجهود أن تكون مباركة في الدنيا والآخرة، وأن يكرم الله تعالى أهلها والقائمين عليها بالجنة، وأن يثيبهم بالإحسان إحسانا، وأن يجعلهم منارات هداية وصلاح، وأن يثيب أولياء الأمور الذين دفعوا بأبنائهم إلى هذه المدارس خيرا كثيرا وأجرا عظيما، وأن يجعلنا جميعا منا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أهل الله تعالى، فإن لله أهلين وأهل الله تعالى هم أهل القرآن. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من ولا لا تجعل فينا ولا منا ولا من معنا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمة منك ولطف وعافية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.